الزمالك واداره النادي بتحاول خلال الفتره دي ان هي تسدد جزء من مستحقات اللعيبه المتاخره وكمان جزء من فلوس الموسم الجديد قبل ما يبدا بمباراه كاس مصر قصاد اسوان في نص النهائي عشان يكون حافز للعيبه خلال المباريات اللي باقيه من كاس مصر. وبتحاول اداره النادي ان هي تنهي الملف ده قبل انطلاق الموسم عشان يوفروا جو من الاستقرار للعيبه عشان نفسه على البطولات، خصوصا وان اول مباراه للفريق في الدور قبل النهائي لكاس مصر هتكون قصاد اسوان زي ما قلت لحضراتكم. نروح معاكم لصفقات فيوتشر اف سي الصاعد حديثا الدوري المصري ممتاز واللي بيسعى بكل قوه ان هو يعمل صفقات قويه يقدر ينافس بيها الموسم الجديد ده ويظهر بشكل كويس ما بين الانديه الكبيره.